أحبائي مشاهدي ساعة على الهوى، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيماننا الأقدس. أحبائي بيشرفنا ويباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بالآس وسكرتير المجمع المقدس لكنيستنا القبطية ومدير معهد الدراسات القبطية. اهلا بنيافتك يا سيدنا، منورنا سيدنا. اهلا ابونا بطرس، دايما تباركنا يا سيدنا ونتعبك معانا. شكرا يا ابونا بطرس، ربنا يخلي نيافتك يا سيدنا. احبائي، احنا الحلقه اللي فاتت تناولنا موضوع الثالوث القدوس، وسيدنا كلمنا عن الثالوث في ايات في العهد القديم وبعض الاحداث في العهد القديم، وابتدينا مع سيدنا نتعرف على المسيح ابن الله. حاليا يا سيدنا نيافتك كنت بديت عن تكلم عن ان السيد المسيح هو ابن الله، وديتنا تشبيه العقل والفكر وتشبيه الشعاع من النور والنور من النور. وحاليا يا سيدنا في سؤال كده يتبادر الى الذهن، هل ده تشبيه ولا هو فعلا كده هو عقل وفكر، وهو السيد المسيح فكر الله، وهل ده يتعارض مع انه كان السيد المسيح يكلم الاب؟ فهل هو الفكر يكلم العقل؟ لا، بص يا ابونا، ما فيش حاجه في الوجود توازي الثالوث ابدا، كلها تشبيهات. لا يوجد شيء في الوجود ابدا مساوي للثالوث الاقدس، يعني ما فيش ابدا ثلاث اقانيم بجوهر واحد وكينونة واحدة. كينونة واحدة غير متجزئة إلا في الثالوث الأقدس. ما فيش ثلاث أقانيم، يعني في لهب ونور وحرارة، دول نار واحدة. وثلاث حاجات واضح جدا التمايز بينهم، اللهب هو الأصل والنور مولود والحرارة منبثقة. كويس. لكن نيجي بقى نقول طب هل بيحبوا بعض الثلاثة أو بيكلموا بعض؟ لا طبعا، لا، لأنهم مش ثلاث أقانيم، لكن هما بياخدوا من زاوية معينة فكرة إن هما بيمثلوا إنه النار الواحدة ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. لكن ده تشبيه، لان عمر النور والحراره واللهب ما هيكلموا بعض. ساعات الواحد بيتصور ان هو ده الله. لا يا حبيبي، ما هو المسيح ظهر لموسى بنار في العليقه. وكان جوه النار دي السيد المسيح. لانه بيقول ظهر ملاك الرب لموسى، يعني سفير يهوه. على فكره انا لما كنت بقرا في الحلقة اللي فاتت الآية بتاعت أشعياء، روح السيد الرب علي، روح يهوى أدونائي، اللي هي قال الرب الإله، وقريناها في التكوين، في الإصحاح الثاني والثالث من سفر التكوين، اتكررت كتير قوي. كلمة كنت سألت قدسك، قلت لك هل ممكن سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة؟ قلت لك ممكن الآب يبقى ماشي في الجنة عند هبوط روح النهار؟ قلت لي لا، ده الابن. فإذا يهوى أدوناي دي عبارة رائعة جدا تقال عن الثالوث، تقال عن الآب، تقال عن الابن، تقال عن الروح القدس. وممكن يتقال عن حد منهم يهوى أو أدوناي، مفيش مشكلة. لكن يهوى أدوناي مع بعضيها دي بيبقى ليها دلالة رائعة جدا، يعني لأن يهوى تعني الكائن وأدوناي يعني السيد الرب، زي ما أقول رب الأسرة رب البيت. فكلمة الرب هنا ساعات تعني الرب بمعنى الله الإله، وساعات تعني بمعنى سيد، سيد لورد. حتى كيريوس في اليوناني اللي هي أدوناي في العبري هي لورد في الإنجليزي، وهي سيد في العربي أو رب. أنا ليه كنت عايز أكد على كلمة روح يهوى أدوناي علي؟ ده المسيح اللي بيتكلم. لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق،
وللمقصورين بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا ليعزي كل النائحين. كنت عايز أقول في الحتة دي إن هنا روح يهوى أدوناي عليا، ده مش أي روح، ما أنا قلتها ساعتها مش أي روح. ولذلك لما نقول روح الله صنعني دي جميلة جدا، بس هنا جاية زي ما بنقول في التكوين الرب الإله اللي هو يهوى إلهيم، الرب الإله يهوى إلهيم، هنا يهوى أدوناي، خلي بالك. فساعات نقول يهوى إلهيم اللي هي الرب الكائن الإله، وساعات نقول يهوى أدوناي يعني الكائن السيد. فهنا العبارة لما نقول روح إلهيم دي في روح الله صنعني بتاعت أيوب 33-4، وهنا روح يهوى أدوناي روح الكائن السيد عليا، يعني مش، خلي بالك، مش مجرد روح ممكن نقولها روح وخلاص، لا. وبعدين يقول أرسلني، يبقى هنا الثالوث موجود في الآية دي، لأن مين اللي بيتكلم؟ الابن المرسل، لأنادي للمقصورين بالإطلاق، لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق، لأنادي للمقصورين بالعتق. فاللي مرسل الابن، طب واللي مسحه، اللي مسحه هو الرب، مسحاني الرب هنا اللي هي يهوى هنا، ده الآب، وقبليها الروح القدس. يبقى الآية دي فيها الروح القدس عليا، لأن الآب مسحاني لأبشر المساكين، أرسلني، يبقى اللي بيكلم ده الابن اللي أرسله الآب. يبقى أدي الثالوث في الآية دي. كان لازم نبرز إن الآية دي إزاي بتشير إلى الثالوث. أكمل إجابة سؤال قدسك. اتفضل سيد. حكاية إزاي هو الكلمة، يعني هل بمعنى كلام فكر بس، مجرد فكر؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لأن القديس أثناسيوس زي ما مرة لمحت قبل كده، بس إحنا وعدنا هنتكلم فيها بالتفصيل، قال إن المسيح له لقبين، لقب منهم إن هو الكلمة، وده يثبت وحدانية الجوهر بينه وبين الآب، واللقب الثاني إن هو الابن، الابن الكلمة أو الكلمة الابن، فهو ابن الله وهو كلمة الله، أو هو الله الكلمة وهو ابن الله الوحيد الجنس. فأثناسيوس العظيم في القديسين قال إيه بقى؟ قال لو ضيعنا لقب من الاتنين دول نقع في هرطقة، نبعد عن الإيمان الصحيح يعني. لقب الكلمة يؤكد وحدانية الجوهر بينه وبين الآب، اللي هو العقل والفكر اللي قدسك سألتني هل ده مجرد تشبيه ولا إيه بالظبط؟ لا، هي حقيقة، بس الجانب الآخر منها مش موجود في تشبيه العقل والفكر بالنسبة لمفهومنا إحنا عن العقل والفكر العادي يعني. فبيقول ده يثبت وحدانية الجوهر، بس لو اكتفينا بيه هنقع في هرطقة سابيليوس اللي هو أقنوم واحد، اللي أقنوم الواحد. أي. لأن قدسك عندك عقل وفكر، أنا شخص واحد وأنت شخص واحد وأقنوم واحد، بس أقنوم بشري مش أقنوم إلهي. القديسين نتكلموا عن الأقنوم البشري، يعني لحسن حد يتخض لو قلنا في حاجة اسمها أقنوم بشري، هو كلمة أقنوم يعني طبيعة مشخصنة أو جوهر مشخصن. إذا كان الجوهر إلهي يبقى أقنوم إلهي، إذا كان الجوهر بشري يبقى أقنوم بشري. بس المسيح عنده أقنوم واحد متجسد لله الكلمة، جمع الناسوت واللاهوت في وحدانية في شخصه الإلهي الواحد المفرد،
بس الأقنوم بتاعه مركب من لاهوت وناسوت، طبيعتين متحدين ببعض، وطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، بس مش طبيعة بسيطة لاهوت بس زي الآب والروح القدس، لكن طبيعة مركبة بدون تغيير ولا تحول. فلم يتحول اللاهوت إلى ناسوت ولا الناسوت إلى لاهوت، في نفس شخصه اللي هو خاص بأقنوم الكلمة، شخصه الخاص. فالنهاردة أنا بكلم بقول لو قلنا أثناسيوس يعني بيقول لو قلنا بس إن هو الكلمة ورحنا في وحدانية الجوهر، بس هنقع في هرطقة سابيليوس، لأنه هو مش مجرد كلام غير شخصي، مجرد بالنص قال كده أثناسيوس، مش مجرد كلام غير شخصي، مجرد ما هواش كلام غير شخصي مجرد، لكن هو أقنوم، ولذلك اللقب الآخر الابن. فنقول الابن يبقى ابن وأبوه، بس ابن حقيقي مش ابن مجرد كده زي ما بنقول إن الفكر ابن العقل. أيوة صح، أيوة، لأن هو فعلا الكلمة، فهو مولود من العقل الكلي في الوجود وهو الآب، إيه المشكلة؟ بس هو اللي حاصل إنه لما نيجي نتكلم عن خاصية العقل في الثالوث، نقول إن الآب هو العاقل، يعني ينبوع العقل، والابن هو العقل لأنه هو الـ 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 كلمة لوجوس اللي هي الكلمة، يعني زيها كلمة لوجيك، يعني حاجة منطقية، يعني حاجة معقولة. فهو العقل منطوق به، يعني هو طيار العقل الصادر من العاقل، والروح القدس هو روح العقل. تتفهم أكتر لما أقول الحكيم والحكمة وروح الحكمة. الحكيم يلد الحكمة ويبثق روح الحكمة، لكن خاصية الحكمة موجودة في الثلاثة، وخاصية العقل موجودة في الثلاث أقانيم. بس العقل في الآب حالة الوجود، الهيباريكسيوس باليوناني اللي هي المود اوف اكزيستنس، ان هو مصدر. ولذلك القديس أثناسيوس كمان استخدم تشبيه الينبوع والتيار، فقال الينبوع مية والتيار مية، نفس الماء الواحد، وان اند ذا سيم ووتر، يبقى جوهر واحد، لكن في الينبوع هو مصدر وفي التيار هو مجرى، لكن مش جوهر آخر. وما فيش ينبوع من غير تيار، ولا تيار من غير ينبوع، ما فيش عقل من غير فكر، ما فيش فكر من غير عقل. نرجع بقى لكلمة الابن، فقال لو اكتفينا بكلمة الابن نقع في تعدد الآلهة. ليه؟ لأن ضيعنا وحدانية الجوهر. يبقى في أب وابن، زي لو قدسك كان عندك عيال مثلا، طب ده كينونة مستقلة عنك، ابنك كائن آخر، صحيح ممكن يبقى في حب بينكم أو تشابه أو بتاع، لكن هو كائن آخر مستقل. لا، الابن بقى هنا هو صحيح ابن بيحب وبيتبادل العلاقة مع أبوه، بس كينونته مش مستقلة، جوهره مش منفصل، مفيش تجزئة في الجوهر، وفي نفس الوقت يستطيع أن يتبادل العلاقة مع الآب، متجه نحوه. ولذلك كلمة بروسوبون اللي هي كلمة شخص في العربي وفي اليوناني، بروس يعني نحو، وأوبس يعني وجه، فبروسوبون يعني نحو وجه. ولذلك قديس أثناسيوس بيقول إن الابن هو موضوع سرور الآب منذ الأزل. ليه؟ لأنه بيتطلع نحوه فيرى فيه كل كمالات الجوهر الإلهي، فهو موضوع سروره، وعشان كده بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يعني ده موضوع سروري. ولذلك هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. هو سر بي وهو في الجسد في طاعته الكاملة، وسر بي منذ الأزل، مش بس عشان تجسد. لكن هنا بقى هنخش شوية في حتة التفسير.
بس الأول هنقول ليه الابن بس لوحدها خطر. تعني يا إما تعدد الآلهة يا إما يبقى الابن مخلوق زي ما قال أريوس. فقال القديس أثناسيوس هنوع في الأريوسية في تعدد الآلهة، فقال لقب الابن بس خطر جدا ولقب الكلمة بس خطر جدا، لكن هو الابن الكلمة. فمن من من حيث هو الكلمة فلا يمكن أن ينفصل. تقدر تقول لواحد أنت مالكش كلمة؟ ما ترد يوم ملوش وجود. لا لا لا، خلينا كده في الكلام العادي يعني. تقدر تقول لواحد أنت مالكش كلمة؟ لا ما أقدرش طبعا. ليه؟ لأن هو الكلمة بتعبر عنه. لا لا لا، أنا قصدي في العلاقات الاجتماعية. لو جيت لواحد كده قلت له أنت مالكش كلمة تقدر؟ لا ما أقدرش. ليه؟ يعني بلغي؟ لا ما تفسرهاش عقائديا اجتماعيا. يعني لما تقول للواحد انت مالكش كلمة كده بيحتقر يعني؟ بيحتقر احتقار يعني يزعل صح؟ طيب يبقى اذا كنت ما تقدرش تقول للانسان انت مالكش كلمة، يبقى تقدر تقول للاب انت مالكش كلمة؟ وقفني بقى عند دي. طب اذا كان المسيح هو كلمة الله، تقدر تنكر ان المسيح هو كلمة الله؟ تقدر تنكر؟ لا طبعا سيد. انا عارف طبعا اجابتك. بس انا بسألك يعني. ايوه طبعا. لا الحوار طبعا. لا طبعا. طيب اذا كان المسيح هو كلمة الله، يبقى اذا ما اقدرش اقول للاب انت مالكش كلمة. يبقى هو والاب واحد في الجوهر، زي ما العقل والفكر عقل واحد، زي ما العقل والكلمة عقل واحد. هنا بقى أخذنا الاتجاه بتاع وحدانية الجوهر في لقب الكلمة. لكن لما واحد يجي يقول لي ده مجرد الـ 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 المسيح هو مجرد كلام، يعني لما الآب يقول إيه، قال الرب لموسى اصنع لك تابوتا كذا وكذا وكذا ومقاساته كذا، يبقى ده مجرد كلام يعني. أقول له لا، لما يقول إن الآب أرسلني إلى العالم، في واحد يبعت جواب لحد، ما هو ده كلام أهو، ويقول له أنا بعت لك ابني. ممكن؟ لا طبعا. طيب يبقى إذن لقب الابن بيدل على إنه له شخصيته الخاصة، بس مش شخص زي البشر كده كل شخص من البشر منفصل عن التاني. لا، له شخصيته، يعني يستطيع أن يتبادل العلاقة مع الآب ويقوله لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. في إنجيل يوحنا قبل الصلب بشوية المسيح كلم الآب قدام الناس اللي موجودين، قال له أيها الآب مجد اسمك. فرد عليه الاب وقال له مجدت وامجد ايضا. قال له ايه الحكايه ده؟ في ناس بيسالوا بيقولوا ازاي يقول يا ابتا اغفر لهم؟ ازاي الابن يكلم الاب وهم اله واحد؟ هم بس مش اقنوم واحد؟ فلما قال له يا ايها الاب مجد اسمك، قال له مجدت وامجد ايضا. ففي ناس من اللي واقفين قالوا ده حصل رعد، وفي ناس قالوا لا ده كلمه ملاك لان في كلام اتقال. يبقى اذا صوت الاب مش هو الابن. مش هو الابن. برافو يا ابونا، دي مهمه قوي. لما قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت في نهر الاردن، العباره دي مش هي الابن، ده صوت الاب بس. فالاب له صوت انرجيه طاقه، والابن له صوت. ايوه، ويكلموا بعض، وممكن يكلموا بعض من غير احنا ما نسمع. بس هو المسيح قصد يسمعنا الموقف ده، واخد بال قدسك؟ حلين يا سيدنا، احنا بنسأل سؤال بتاع يوحنا 10:30، انا والاب واحد. ايوه، بس قبل ما نيافتك تجاوبني على السؤال، في اتصال ممكن ناخده؟ قوي. الاستاذه ايمان من اسكندريه. الو الو، اهلا بيك يا استاذه ايمان، اتفضلي. اهلا بيك، لو سمحت عايزه اسال سؤال لسيدنا. اتفضلي. في انجيل لوقا الاصحاح الثامن عدد 9 بيقول فسأله تلاميذه قائلين ما عسى أن يكون هذا المثل
فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال، حتى إنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يفهمون. وهذا هو المثل، الزرع هو كلام الله. يعني إيه مبصرين ما يشوفوش وسامعين لا يفهمون؟ أصل اللي واقفين كانوا ضد المسيح، فهو بيقول لهم أنتوا أعطي لكم أنكم تفهموا، لأنه محدش يقدر يفهم زي ما قال المسيح في إنجيل يوحنا: كل من هو من الحق يسمع صوتي. فبيقول لهم الجماعة دول حتى لو فسرت لهم مش هيستفيدوا حاجة، لأن هم قافلين قلبهم عن معرفة الحق. ولذلك أجيب لك بسرعة كده نص من إنجيل يوحنا قاله السيد المسيح لليهود في يوحنا. اكتبي عندك الشاهد وبعدين بيشوفيه على مهلك. ماشي. الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا. السيد المسيح بيكلم اليهود في الآية 42 معايا؟ أيوه. أو 43، الآية 43 معايا؟ الإصحاح الثامن؟ الإصحاح الثامن. أيوه. معايا كتبتي؟ أيوه. لماذا بيقول لهم لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. الآية 44: أنتم من أب هو إبليس. أيوة. وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. أنت طلعتيها خلاص؟ أيوة. طيب. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. خدت بالك من نقطة؟ أيوة. بيقول لهم أنا عشان أنا بقول الحق الكلام مش عاجبكم. وبعدين في الآية 47 بيقول الذي من الله يسمع كلام الله. لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. في كمان طيب سؤال تاني. أيوة. بيقول في إنجيل متى الإصحاح العاشر آية 24 أو 34 24: لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. أيوة. ففي ناس بتفتكر إن المسيح جاي يقوم حروب يعني. بس كملي القراية كده، كملي. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها. أيوة. وأعداء الإنسان أهل بيته. طيب، هو اللي حصل إنه لما الناس ابتدت تآمن بالمسيح بقى الأب يقتل ابنه عشان آمن بالمسيح، الأب اليهودي أو الوثني. والابن يقتل أبوه. فهو بيقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لكن لما بيقول لهم أنتوا ما تفتكروش إن أنا جاي أفرش لكم طريق مفروش بالورود، لازم تتوقعوا انه هيقبضوا عليكم، والاخ هيسلم اخوه للموت. قال كده عن الشهداء. فقال لهم السيف ده اللي بيتكلم عنه في الحته دي مش الاعتداء على الاخر، لان لما بطرس طلع السيف بتاعه وقطع ودن ملخص عبد رئيس الكهنه قال له رجع سيفك إلى غمده يا بطرس، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. ومنعوا إن هو يكمل وشفى ودن عبد رئيس الكهنة. السيف اللي بيكلم عنه في الآية اللي حضرتك سألت فيها يا أخت إيمان ده سيف الاستشهاد اللي وقع على المسيحيين اللي أمنوا بالمسيح، مش سيف يعتدي بالمسيحي به على غيره، لكن سيف يقبله هو فداء يعني شهادة لإيمانه. هو اللي يتقطع رقبته مش يقطع رقبة الآخرين. متشكرة خالص يا سيدي. شكرا يا أستاذة إيمان. أشكرك. أستاذة نيختك يا سيدنا، هنخرج فاصل ونرجع مرة تانية يا سيدنا. أحبائي هنخرج فاصل ونرجع مرة أخرى.
نكمل كلامنا جميل جدا عن الثالوث القدوس. اتفضل يا حبيبي. اهلا بكم احبائي مره اخرى، نعود نكمل حلقه النهارده من برنامج ايماننا الاقدس. النهارده الحلقه عن الثالوث القدوس، نتكلم عن اقنوم الابن، ان السيد المسيح هو ابن الله. كنت بسال نيافتك يا سيدنا انه الابن غير الاب زي ما نيافتك شرحت لنا، لكن في يوحنا 10:30 السيد المسيح قال بنفسه انا والاب واحد. ازاي واحد في الجوهر، اله واحد. ما أنا قلت إنه لقب الكلمة بيؤكد وحدانيته مع الآب، ولقب الإبن بيؤكد أقنوميته وتميزه، لأن الآب له الأبوة والإبن له البنوة. ومستحيل أنا أقول إن الآب مولود من الإبن، لكن الإبن مولود من الآب. ولكن مفتاح المسيحية البسيط جدا، يعني يمكن الكلام في الحلقة اللي فاتت كان بعضه شوية، الناس تستصعب أجزاء منه يعني، لكن أنا هقول لهم مفتاح بسيط خالص. مفتاح المسيحية ما ورد في يوحنا، رسالة يوحنا الأولى صحاح 4 الآية 8 والآية 16، الله محبة. سؤال بسيط جدا، أتسك تتكرم وتشترك معنا في الحوار. يعني لو كان الآب كائن منفردا قبل كل الظهور ولا يوجد لا ابن ولا روح قدس، وما خلقش لسه البشر والملائكه طبعا لان احنا مش ازليين، يحب مين اذا كان الله محبه؟ يحب مين؟ جاوب. يحب نفسه. طب وده يبقى حب؟ لا طبعا. رايك يعني؟ لا طبعا سيد. طيب يبقى يا اما يبقى اناني يا اما ما يحبش. فوجود الابن والروح القدس هو اللي يخلي فكرة إن الله محبة تبقى سهلة جدا تتفهم. عشان كده السيد المسيح قال للآب في يوحنا 17:24، ودي قريناها في الحلقة اللي فاتت، أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونون معي، اللي هم التلاميذ 11، كان يهوذا طلع، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أحببتني قبل إنشاء العالم. اللي عايز يفهم المسيحية بقى من كلمة الله محبة ومن الآية دي، أنت حبيتني قبل العالم ما يتخلق. ليه طيب؟ لأن الله محبة. فإذا كانش في ابن يبقى يحب مين؟ هيشوف مين؟ هيسمع مين؟ هيكلم مين؟ هيفكر في إيه؟ لو واحد قال لي هيفكر يخلق الخليقة، أقول له الخليقة ما تحتاجش منه أي مجهود، مجرد قال الله ليكن نور فكان نور. وقت ما يحب يخلق لا عايز يفكر ولا يدبر ولا يخطط ولا أي حاجة خالص. يبقى هيفكر في إيه؟ يبقى لا هيفكر ولا هيشوف لأنه مش شايف حاجة. إما يشوف نفسه بقى، وواحد يقول له للتاني انت شايف نفسك كده ليه؟ يعني مش حلو. لا هيفكر ولا هيشوف ولا هيسمع ولا هيكلم. حلين نيافتك كده بتوصف صنم. هسميه زي ما تسميه، بس المهم هنا يعني هنا انا بتكلم بقى، بقول انا عايز اقول ان مفتاح المسيحيه السهل خالص ان الله محب. فإذا واحد قبل إن الله محبة هيقبل على طول فكرة إن الله بيحب الإبن، زي ما قال المسيح الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يفعل، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتؤمنوا أنتم، دي في يوحنا 5. هنا بقى واحد يقول لي طب ما كفاية يبقى فيه الإبن يعني، ويبقى يحب الإبن وخلاص. خلي بالك الحتة دي مهمة أوي. ما هو بدام هيحب الابن والابن بيحبه يبقى هيتبادلوا الحب مع بعض. هو في نوعين من الحب، نوع اسمه حب اكسكلوسيف وحب انكلوسيف. الحب
to be selfish يعني الإنسان يبقى أناني أو الكائن يبقى أناني ويحب نفسه. لما يحب الآخر الذي لا آخر سواه ده يبقى exclusive love، حب طارد. ليه؟ لأنه بيحب الآخر الذي لا آخر سواه، زي واحد يحب واحد من أولاده وهو ده وبس وما يحبش حد تاني، ما يحبش لأخواته ولا مراته ولا بقية الأولاد ولا حد. الحب علشان يبقى كامل لازم يتجه نحو الآخر وكل من هو آخر، فلازم وجود الروح القدس يحقق شرط أنه inclusive love اللي هو مش الحب الطارد ولكن الحب القابل القابل. فلما يبقى متجه نحو الابن وبيحب الروح القدس في نفس الوقت بنفس الحب هو هو، يبقى ده الحب غير المحدود، لأن هنا مثلث الحب ملوش مساحة، ده مساحته ما لا نهاية، مش بتكلم على حب له كم، ده غير محدود. فإذا جه أي كائن آخر بعد كده هيقع في مساحة هذا الحب. يعني إيه؟ يعني مش محتاج أقنوم رابع، ده الأقنوم الرابع مش هيحقق لي حاجة جديدة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي مثلث مساحته ما لا نهاية، لو عملت مربع طب ما أنا أقدر أرسم مربع جوه المثلث اللي ما لا نهاية، وأقدر أرسم مسدس أو مخمس أو أي حاجة. يبقى إذن أنا لا ينفع الحب في نقطة، ده اللي هو الأنانية، ولا في مستقيم طوله ما لا نهاية لأن ده مساحته صفر. صح كده. زي واحد يقول أنا اشتريت أرض طولها 5 كيلومتر، أقول له طب عرضها كام؟ يقول لي عرضها صفر، أقول لي بقى ما اشتريتش حاجة. لأنك مش هتعرف تحط فيها لا شجرة ولا عمود نور، انت اشتريت خط وهمي طوله 5 كيلو، ضحكوا عليك. يبقى اذا الحب مهما كان طوله ما لا نهاية لكن ما بيتشكلش وكل من هو اخر، يبقى هنا ده مش الحب الكامل. الحب المثالي هو الحب الثالوثي. بس اذا كان الحب الثالوثي ده مقداره ما لا نهاية يبقى مش محتاج 4 ولا 5 ولا 6، خلاص الله مش محتاج يخلق الخليقة، هو خلقها من خيريته وصلاحه كده. يعني زي أي واحد موسيقار بيعزف موسيقى حلوة، بتعزف ليه؟ يقول له بحب الموسيقى. ايه اللي بعزف ليه؟ طب انت هتبيعها وتكسب من وراها؟ يقول لا انا غني مش محتاج. واحد رسام بيرسم لوح جميلة، بترسم ليه؟ يقول أنا بحب الرسم. فلو واحد سأل ربنا أنت خلقت الخليقة ليه؟ طب مش خسارة أن ما يبقاش فيه خليقة تتمتع بجمال الله وخيريته وصلاحه وتتمتع بتسبيحه وتسمع تسبيح الملائكة وحاجات الحلوة دي؟ يعني عايز أقول إحنا ما نتكلم نقول ليه ربنا خلق الخليقة؟ في إجابة. زي واحد يقول للموسيقار انت بتعزف موسيقى ليه؟ طب انت مالك؟ يقول له انت مالك؟ او طب ما تسمع وتتبسط، انت عايز ايه تاني؟ انت بترسم ليه؟ يقول له طب انا بحب الرسم. ايه؟ لكن ارسم وقت ما احب، مش مجبر على الرسم. فربنا يقول انا اخلق وقت ما اقرر ان انا اخلق، مش مجبر ان انا اخلق. هنا بقى احنا دخلنا في حتة إن إحنا بنفهم إن الله كائن قبل كل الظهور، وإنه كائن وهو كائن كله حب، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه، وإنه الحب الكامل يتحقق ثالوث بثلاث أقنية. مش عايزين 4 ولا 5 ولا 6، الخليقة تيجي بقى بالملايين بعد كده يغمرها هذا الحب ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه. سيدنا احنا مش كل الحب، نوع الحب، خلي بالك. سيدنا احنا متعطشين للمعرفة، بس يعني أستاذ نيافتك برضو في اتصال وهكمل مع نيافتك بعض الأسئلة. الأستاذة سهير من اسكندرية، ألو. أيوة أهلا بيك أستاذة سهير، اتفضلي. سلام. سلام والنعم. أهلا وسهلا. أكلم سيدنا لو سمحت. اتفضلي يا ماما. سامي سيدنا. أهلا وسهلا.
كنت عايزة أسأل سؤال، احنا ليه بناكل السمك في كل الصيامات والصيام الكبير لا، وليه السمك مش هو روح لما بيطلع من المية بيموت؟ طب ما احنا الفراخ لما بنيجي نذبحها فما بتموت، اشمعنى بناكل السمك والفراخ لا؟ لكن انت يعني موضوع الثالوث مش شغلك، واللي شغلك السمك. طب معلش هجاوبك. حاضر، ماشي يا سيدنا، شكرا. طب شكرا شكرا. هو السمك سمح به كنوع من تخفيف الصوم شوية، ف يعني بيقولوا المرضعات والمرضى وكده ممكن لما يحبوا يخففوا الصوم ممكن ياكلوا سمك عشان فيه بروتين وكده. بس برضو لازم نتذكر ان المسيح اغلب الوقت كان بياكل سمك مع تلاميذه اغلب الوقت. فالسمك رمز المسيحية، يعني كانوا يعملوا خط كده وبعدين واحد تاني يعمل الخط كده، فبيبقى شكل السمكة يعرف ده من ده انه هو مسيحي. وبعدين كلمة إخسيس باليوناني زي ما كتبت أسفار العهد الجديد باليوناني هي إيسوس خريستوس ثيوس إيوس سوتير، يعني يسوع المسيح ابن الله المخلص. فكلمة إخسيس يعني سمكة. فالسمكة رمز المسيحية. وكان أغلب تلاميذ المسيح صيادين سمك. لكن لازم نفهم إن في سلم الرقي بتاع الكائنات إن السمك بيمثل حلقة بدائية خالص في رقي الكائنات، وتيجي بعديه الطيور، وبعد كده تيجي الثدييات. طبعا في البرمائيات وفي الديناصورات، التنانين العظام دي نوع من بتبيض يعني تطور من الطيور يعني. فدرجات التطور الثدييات دي اقصى حاجه، عشان كده الدكاتره ساعات يقولوا للي عنده كوليسترول كل فراخ ما تاكلش لحمه، واللي عنده نقرس يقولوا له كل سفين ابيض بتاع الفراخ مش سفين احمر بتاع اللحمه. السمك اللي هي الكائنات المائية دي كانت تمثل بداية عملية الخلق اللي ربنا عملها حسب الإصحاح الأول من سفر التكوين. فبداية الخليقة بدأت في المية، فدي تمثل درجة قليلة خالص من درجات الرقي في التكوين. ولذلك النباتات برضو تمثل درجة أقل من الحيوانات الثديية مثلا في تكوينها، بساطة التكوين. فطبعا الصيام الكبير بيبقى صيام قوي جدا، على مثال صوم المسيح الأربعين اللي ما كلش فيها حاجة خالص، وصوم الأسبوع الألام برضو بيبقى أكثر تقشفا، وأسبوع الاستعداد عند بعض الكنايس بيسمحوا فيه، مش عندنا يعني، بالبيض واللبن والجبنة، لكن مش مسموح، وأنواع معينة من السمك زي الاستاكوزا والحاجات دي والجمبري، لكن ما بيسمحوش باللحمة والسمك. احنا في أسبوع الاستعداد بناخده بنفس نظام الأربعين المقدسة، لكن جايز فترة الانقطاع البعض بتبقى عندهم أقل شوية من الأربعين المقدسة، وجايز تبقى برضو أسبوع الألام أكثر تقشفا في أنواع الطعام، لكن كلها بتبقى خالية من الأسماك بكل أنواعها، وخالية من الحيوانات والمنتجات بتاعتها. فإجابة السؤال إن السمك نظر إليه كنوع من تخفيف الصوم في بعض الأصوات، أو للمرضى وللمرضعات وللحوامل فنظرا لأن الصوم الكبير والأربع والجمعة وأسبوع الآلام،
صوم يونان دي أصوام بتعتبر على مثال الصوم الكبير أو أصوام بيسميها أصوام الدرجة الأولى. بس طبعا الصوم الكبير يفوق عن الأربعة والجمعة في مدة الانقطاع، حتى لما بيصلوا المزامير بيصلوا الغروب والنوم في قداس الصوم الكبير، لكن في الأربعة والجمعة بيصلوا للتسعة. أيوة. فبيختلف، لكن برضو ما فيهاش أسماك ولا أي نوع من منتجات الحيوانية. وطبعا يعني برضو تميز الصوم الكبير شيء جميل أنه يتميز، لكن في ناس صيام العذراء ما بيأكلوش فيه سمك، يعني في دير السريان كل رهبان دير السريان ما يأكلوش سمك، وكل الأديرة اللي اسم العذراء. وفي ناس مش بس ما بتاكلش سمك في صيام العذراء، بتاكله بتاكله بالماء والملح، يعني ما بتحطش زيت في الأكل. وفي ناس في صيام العذراء تصوم انقطاع مدة طويلة، وفي ناس بتزود أسبوع على صيام العذراء. دي مش قانون في الكنيسة، لكن في ناس بتحب إن هي تكرم العذراء أكتر أو تندر لها حاجة وتزداد في تكريمها. إحنا لازم برضو يبقى بنوع من إرشاد أب الاعتراف عشان الإنسان ما يجيش على صحته زيادة عن اللزوم. يعني طب سيدنا نرجع للثالوث يا سيدنا. أيوة. نيافتك قلت إن الإبن غير الآب غير الروح القدس. أيوة. هل التمايز إن الآب غير الإبن غير الروح القدس يمنع إنهم إله واحد؟ هي دي تمايز، يعني حالة الوجود مش الوجود، يعني زي الينبوع والتيار نفس الماء الواحد زي ما قال القديس أثناسيوس، مية واحدة، بس حالة الوجود في الينبوع إنه مصدر، وحالة الوجود في التيار إنه مجرى. فالفرق هي في حالة الوجود، يعني قدسك وانت قاعد هنا دلوقتي معنا غير وانت سايق العربية بتاعتك، وانت سايق العربية بتتحرك، فحالة الوجود بتاعتك اختلفت، لكن هل جوهرك بيختلف؟ لا، أنا هو هو، أهو برضو كده. التمايز بين الآب والابن والروح القدس هو في حالة الوجود مش في الوجود، لأن هما وجودهم واحد، كينونة واحدة، جوهر واحد، طبيعة واحدة، لاهوت واحد. وبرضو نرجع نأكد إن زي ما العقل والفكر هما عقل واحد، وما تقدرش تقول للواحد أنت مالكش كلمة، يبقى إذن الله وكلماته واحد، وإذا كان الله أزلي يبقى كلماته أزلي، إذا كان الله غير متغير يبقى كلماته غير متغير. العقل الذكي يولد فكر إيه؟ ذكي طبعا. العقل غير المحدود يولد فكر إيه؟ غير محدود. العقل القادر على كل شيء يولد فكر إيه؟ قادر على كل شيء. العقل الأزلي يولد فكر إيه؟ فكر أزلي طبعا. ولو ما كانش بيفكر العقل ده كان يبقى عقل ساعتها؟ لا طبعا. يبقى إذن ما فيش فرق زمني بين العقل والفكر، لأن العقل ما بيفكرش ما يبقاش عقل. يبقى إذن إذا كان الآب قادر على كل شيء فالابن قادر على كل شيء، إذا كان الآب يعرف كل شيء فالابن يعرف كل شيء. يبقى كل الصفات الإلهية التي للآب هي للابن والروح القدس، ما عدا إن الآب له الأبوة والابن له البنوة، دي الصفة الأقنومية. وبذلك نقسم الصفات دراسيا يعني إلى حاجة اسمها الصفات الجوهرية والصفات الأقنومية. الصفات الأقنومية ثلاث صفات متميزة، والصفات الجوهرية كلها واحدة في الأقانيم الثلاثة. عيش تاني يا سيدنا عشان ده كلام الصفات الأقنومية شوي. الأبوة، البنوة، الانبثاق، دي صفات أقنومية. أقنومية لو جبت قدسك نسيج يعني حالين نيافتك تقصد تخص الأقنوم، أقنوم الآب أو أقنوم الابن أو أقنوم الروح القدس. الأبوة، البنوة، الانبثاق، آب وابن روح قدس. لو جبت قدسك ثلاث خيوط قوية كده وشدتها وبعدين مشيت فيها نسيج كده 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 كده، النسيج كله 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 مشترك، يعني قصدي واحد 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 واحد، والتلاتة دول هم اللي شايلين النسيج كله، ماشي؟ في الآخر النسيج ده كله قماشة واحدة، صح؟ لكن الخيط ده متميز عن الخيط ده، متميز عن الخيط ده، ده وانا بتكلم عن التمايز بس. لكن اللحمه بتاعت الخيط
هي قماشة واحدة. أيوه. أنا لما أخذ الصفات الأقنومية المتميزة ثلاثة كده والصفات الجوهرية كلها واحدة واحدة واحدة. الحكيم الحكمة روح الحكمة. الحقاني الحق روح الحق. القوي القوة روح القوة. الآب الابن روح القدس يعني. الفهيم الفهم روح الفهم. يحل عليه روح الفهم أشعياء 11. الصفات بقى بتاعت الجوهر الإلهي يعني ما أقول القوي الله الآب هو القوي، الابن لقبه القوة، لقبه الحكمة، لقبه الحق، الحي الحياة روح الحياة. هتلاقي في الكتاب المقدس بنفس النظام ده الألقاب دي بتعطى للأقانيم الثلاثة. كما أرسلني الآب الحي، ويقول عن نفسه أنا هو القيامة والحياة. أيوه. ويقول بولس الرسول عن الروح القدس إن هو روح الحياة في رسالة رومي. فتلاقي عمر المسيح ما قال عن الروح القدس الحق، كان يقول عنه روح الحق الذي من عند الآب ينبثق. وبعدين يقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. ده لقب، لكن الحق هو في الآب والابن والروح القدس. لذلك يقول الذي أرسلني هو حق، وممكن يقول أنا هو حق، ويقول الروح القدس هو حق. هو حق يعني ده الجوهر الواحد. لكن التعبير اللي يعبر عن حالة الوجود يعني الناحية الديناميكية، فالحكيم هو مصدر يلد الحكمة، ينبوع الحكمة، ويبثق روح الحكمة. ولذلك لو انت قعدت في محفل في شخص حكيم جدا تقول الشخص ده حكيم، وتقول احنا الشخص ده غمرنا بحكمته الحكمة، وبعدين تقول انا بستشف روح الحكمة في تصرفاته، في قيادته للأمور، في طريقة تصريفه للمواقف. بس بقى ليه بنقول على الروح القدس الروح القدس؟ لأنه يعمل دون أن نراه، سبيريتو سانتو. ولذلك سبيريتو في اللاتيني والتالياني يعني سبيرتو. سبيرتو ليه بنسمي السبيرتو سبيرتو؟ لأنه بيتبخر وما بيبانش. فلما بنقول أن الروح القدس، ليه بنديله لقب الروح القدس؟ لأنه بيعمل دون أن نراه. ليه بندي للابن لقب الكلمة؟ لأن هو بيعلن من هو الآب ومن هو الروح القدس الذي أظهر، لأنه الآب الذي أعلن، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة. فالابن له الإعلان والروح القدس له الإلهام. يعني النبي كان يحس كده بإلهام ويستقبل الوحي ويكتب مثلا. فلم تأتي النبوة قط مشيئة إنسان، بل تنبأ أناس الله القديسون موثوقين من الروح القدس. ولذلك المثل اللطيف اللي بنقوله عن الثالوث، اللهب والنور والحرارة. الحرارة ما بتتشافش، بتحسها. فأنت ما بتشوفش الروح القدس، يا دوبك الروح القدس نادر جدا أعطيك علامة لحاجة مهمة جدا جدا جدا، يعني مسح المسيح في نهر الأردن وحلوله في يوم 50 وعلى جبل التجلي في السحابة النيرة. دي علامة. لكن الروح القدس بيعمل دون أن نراه. يعني مثلا القدسك لما بتعمد حد في المعمودية بيولد من الماء والروح، لكن الروح ما حدش شايفه. هو ظهر مرة على هيئة حمامة في معمودية السيد المسيح، لكن بتستدعيه في القداس عشان الخبز والخمر يتحول لجسد الرب ودمه، لكن ما بيظهرش، ما حدش بيشوفه.
يعمل دون أن نراه. فلما اللهب هو الأصل والنور مولود، بتعرف اللهب هو فين بإيه، بتتعرف عليه بإيه أو بتشوفه بإيه، بتشوف اللهب بإيه، بحرارته؟ لا بنوره طبعا. طب بتحس بيه بإيه؟ الحرارة، بحرارته. عشان كده المثل ده جميل جدا، الابن له الإعلان ويكلمنا في ابنه. الله بعدما كلم الأنبياء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق شدة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى كلمنا في ابنه لما قال، لما نقول اللهم أحب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بص على الصليب أنه تعرف محبة الآب شكلها إيه. يبقى كلمنا في ابنه، وبعدين يقول محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، شوف شفناها لما انسكبت؟ ها؟ لا ما شفناهاش، ما شفناهاش. لكن الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. الروح القدس بيقود المؤمن دون أن يراه. فأنت بتدفع الحرارة، بتحس بالنار بحرارتها، لكن بتشوفها بنورها. فالابن له الإعلان، عشان كده له لقب الكلمة. وروح القدس أخذ لقب الروح، لأن الروح لا يرى، يعمل دون أن نراه. لكن الله روح، الآب روح، الابن روح، الروح القدس روح. والمسيح قال كده، الله روح والساجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. كنوم الابن يا سيدنا، هل نعتبر حال تجسده ده تمايز عن بقية الأقانيم؟ طبعا. ما هو في كل أقنوم له دور متميز عن التاني. في العمل الواحد، في التجسد الروح القدس كون الناسوت من بطن العذراء. في التجسد يقول الابن للأب في المزمور، بذبيحة وتقدمة لم تصر لكن هيأت لي جسدا، ها أنا أجيء لأصنع مشيئتك يا الله. فالآب هو اللي أرسل الابن ليتجسد، وأرسل الروح القدس لكي يهيئ له جسدا، هيأت لي جسدا. القدرة اللي صادرة من الآب بالابن من خلال الابن في الروح القدس هي اللي كونت الناسوت بتاع المسيح، وبعدين اتحد لاهوته بيه. الابن هو اللي تجسد مش الروح القدس. كل أقنوم له دور في العمل الواحد. يعني هو عمل واحد بس كل أقنوم بيمارس دور معين في هذا العمل الواحد. في الأردن الابن متجسد بيتعمد، الآب صوته جاي من السماء والسماء مفتوحة، الروح القدس حل على رأسه بهيئة جسمية نورانية مثل حمام على جلجثة. الابن بيقدم نفسه للآب، الآب بيشتم رائحة رضا والسرور، بيتقبل الذبيحة كتكفير عن خطايا العالم كله. الروح القدس هو النار اللي أصعدت هذه الذبيحة اللي كانت بتنزل من السماء وتلتهب. ولذلك يقول بولس الرسول في عبرانيين 9:14، المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. الابن بالروح القدس قدم نفسه للآب. يبقى على الجلجثة مين هيستقبل الكفارة؟ إذا كان الابن اللي بيقدم نفسه، هيقدم نفسه لمفيش حد؟ بيقدم نفسه للآب، وأخذ دور الشفيع مش الديان، لكن الآب خد دور الديان. طب وفي اليوم الدينونة مين اللي هيبقى الديان؟ الابن. الابن، عشان كده المسيح قال الله لم يرسل ابنه للعالم ليدين العالم بل يخلص العالم به. ده على المجيء الأول. ورجع الثاني قال الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينون لابن. ده على المجيء الثاني. ففي واحد يقول الله، منين بيقول لم يرسل ابنه ليدين العالم، ومنين بيقول الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينون لابن؟ هو متلخبط لانه خلط المجيء الاول بالمجيء الثاني، فلازم الواحد يفهم كلام الانجيل صح. فالمهم ان في المجيء الثاني في دور متمايز، ان الابن هيبقى هو الديان. طب الروح القدس امتى هو الديان؟ حاليا، متى جاء الروح القدس فهو يبكت العالم على بر وعلى خطيه وعلى دينونه. سيدنا واضح ان احنا مش هنشبع من كلام نيافتك يا سيدنا.
اعتقد برضه هنحتاج يمكن حلقة اخرى نتكلم فيها برضه عن الثالوث لو يعني يسمح وقت يفتك ان شاء الله. وكلام عن الثالوث يلزمه 400 حلقة مش اربعة بس. قصدي مش ثلاثة. ايوه. 300 حلقة ولا اكتر. فلو بس تسمح يفتك الخميس القادم برضه نلتقي ونتحدث عن الثالوث. ان شاء الله وعشنا. ان شاء الله وعشنا. بشكر نيافتك يا سيدنا مرة أخرى، ربنا يخليني نيافتك. أحبائي أشكركم على متابعتكم لحلقتنا النهاردة عن الثالوث، وبنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بارير بالآس وسكرتير المجمع المقدس لكنيستنا القبطية ومدير معهد الدراسات القبطية. أنا بشكره مرة أخرى، ربنا يخليني نيافتك يا سيدنا. إلى اللقاء يا أحبائي الأسبوع القادم. سلام ومحبة.